وأما بالنسبة لسؤالي في البلدان التي يعني كالجزائر التي لا يقام فيها شرعة الله سبحانه وتعالى، ما حال المسلمين؟ نقول حال المسلمين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى وبيان الحق، وكذلك أيضا عليهم أن يقوموا بأمر الله عز وجل فيما يتعلق في الحكومات التي لا تطبق شرعة الله، بذلك بدعوتهم وتحذيرهم من مغبة هذا الأمر وبيان حكم الله عز وجل فيهم، بأن من شرع الحرام وكذلك جعل الحرام حلالا والحلال حراما من دون الله عز وجل في قوانين، هذا لا يقول بإسلامه أحد، لا من المتقدمين أو المتأخرين. ولا شك أن من يقول بإسلام من حرم الحلال القطعي وأحل الحرام القطعي في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عالم بذلك وقال بإسلامه فهو زنديق، وذلك أنه لا يخالف في هذا أحد من أئمة الإسلام على طوائفهم، حتى طوائف من المرجئة لا يقولون بهذا الشيء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا نحل شيئا بحيث يأخذ الناس بأقوالنا باعتبار أن الله عز وجل قضى في هذا الأمر. وكذلك في قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأربابا في ذلك أنهم شرعوا لهم شيئا فأخذوه من دون الله عز وجل تشريعا. وكذلك في قول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فجعل الله عز وجل الحكم إليه وسماه عبادة، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد عبده من دون الله. فيتحذر الحكومات، يحذر الناس، يحذر العلماء بمثل مغبة هذا الأمر، وأن الأنظمة التي تقوم بمثل هذه أنظمة كفرية، وكذلك أيضا الحكام الذين يرعون ذلك هم حكام كافرون خارجون من دين الإسلام ولا يخالف في هذا أحد. صحيح.